السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد كامل من وورد ليد اوتو. بما ان مفيش عربيات في السوق والدنيا جد على الاخر خالص، معانا النهارده بقى فيديو كده للتسليه وتمتع عينك. العربيه الاودي الاي 4، عربيه بصراحه ممتازه وجميله جدا، عربيه جامده جدا من الاخر، ما فيهاش ان احنا نقدر نتكلم عليها. العربيه زي ما انتم متعودين هنشرح لكم شرح تفصيلي، هنقول الاختلاف اللي ما بين الفئه الاولى السمارت والاس لاين سبورت. العربيه اللي معانا النهارده هي العربيه السمارت الفئه الاولى، هنشرحها شرح تفصيلي زي ما انتم متعودين، ولكن الاختلاف اللي ما بين الفئات وكل التفاصيل عن العربيه الاودي. انزل بقى بسرعه اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج الفيسبوك بنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، ببيع عليه ابديت باسعار العربيات وبتتابع اخبار العربيات اول باول. تابعوا طبعا. مفيش افضل غير ان احنا نبتدي، مش ما نقول بقى بموتور العربيه، بالوحش اللي موجود في العربيه الاودي. طبعا زي ما انتم شايفين عربيه الكبوت بتاعها بيجي بمساعدين، بسم الله ما شاء الله عليها. عربية موجود فيها وحش صغير، مش موتور موجود فيها. العربية بتيجي بموتور 2000 سي سي تيربو، 190 حصان، 320 نيوتن عند 1450 ل 4200 لفة في الدقيقة. العربية متوصلة بناقل حركة من 7 سرعات ديول كلاتش. العربية من 0 ل 100 في 7.3 واستهلاك الوقود من 5.9 ل 5.6 لتر لكل 100 كيلو. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربية الأودي، فالعربية بتيجي بإضاءة نهارية LED، الفانوس الأمامي كله برضو بيجي LED. زي ما انا قلت لكم ان العربية الفئة اللي معانا النهاردة هي الفئة الأولى. ده شكل مفتاح العربية. تمام. لوجو أودي الجامد جدا الوسطي، الشبكة الأمامية اللي بتيجي من لونها أسود المطفي مش اللامع، والكروم طبعا اللي حوالين الشبكه الاماميه كله. العربيه بتيجي بسنسور بارك امامي، الفوج لايت اللي موجود تحت اللي شكله برده جامد جدا. لو هنيجي هنا جنب العربيه، فاول حاجه عينيك هتيجي عليها هي الجنط اللي بيجي 18 بوصه 245 على 40. العربيه مرايه اللي موجوده فيها زي ما حضراتكم برده شايفين العربيه دخول بدون مفتاح. عربيه من اول فئه موجود فيها ازاز في مي. مفيش تعليق طبعا على العربيه، العربيه ممتازه وجميله جدا. نيجي دلوقتي مع حضراتكم نشرح شكل العربيه من الخلف. لو هنشرح برده شكل العربيه من الخلف، الفوانيس الاماميه والخلفيه بتيجي LED، الكروم اللي بعرض الشنطه واللوجو اودي الوسطي، الكاميرا الخلفيه اللي موجوده والسنسور بارك الخلفي اللي موجود. بتفتح الشنطه بنت تدوس دوستين على الزرار اللي موجود في العربيه. مساحه الشنطه كبيره جدا جدا وممتازه جدا جدا. الفئه الاولى مش موجود فيها الاوبشن بتاع طي الكنبه الخلفيه، الاوبشن دوت موجود في الفئه الثانيه، ان انت تقدر تنام الكنبه الخلفيه وتكبر معاك مساحه الشنطه. عموما مساحه الشنطه اللي موجوده هي كبيره جدا وممتازه جدا. بيجي معاك طاسه مش جنط. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه، تابعونا. فالمساحات اللي موجوده في العربيه الاودي ممتازه وكويسه، بس مع العلم ان العربيه دي اخرها هتاخد شخصين في الكنبه الخلفيه. وطبعا انتوا كلكم عارفين من غير ما انا اقول استخدامات العربيه دي بتكون لايه، فمش محتاجه اكتر من شخصين موجودين في الكنبه الخلفيه. المسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي ممتازه وكويسه جدا. الكنبه الخلفيه من العربيات يا جماعه، اغلب الكراسي او اغلب الكنبه الخلفي اللي موجود في العربيات القعده فيه بتبقى بصراحه مش مريحه، الراحه اكتر بتبقى في الكراسي الاماميه. انا وانا قاعد دلوقتي مرتاح، فانت ما بالك بقى لما نخش دلوقتي واقعد على الكرسي الامامي هتبقى الراحه معاك عامله ازاي؟ القايم دوت بصراحه برده مش هيعيقك خالص وانت داخل او انت خارج. المسافه اللي ما بينه وما بين السفر حضراتكم شايفين ممتازه. هنا اضاءه اهي، مش عارف ما جاتش تاتش ليه. تمام كده. العربيه موجود فيها فتحات تكييف خلفيه وتقدر تتحكم في درجه البروده بتاعها، ومعاك مخرج 12 فولت، نفق الفتيس كبير جدا 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 من هنا للصبح، فاستحاله حد هيعرف يقعد في النص زي ما انا قلت لحضراتكم. تمام كده. بالنسبه للباب، البلاستيك بيعم على كل اجزائه، مسند ايدك بس هو اللي بيجي من الجلد، والاكرة برده بتيجي من الكروم. بقى نخش بقى للابداع والفخامه وبقى والكلام ده كله للصالون الامامي في العربيه الاودي، تابعونا. لو هنشرح دلوقتي مع حضراتكم الصالون الامامي اللي موجود في العربيه او عربيتي اللي موجود في الدبابه الاودي. لوحه العدادات اللي بتيجي من الديجيتال. دوسه البنزين يا جماعه بتغسلني من جوه. المشكله كمان ان احنا قاعدين جوه في معرض، فحاجه والله العظيم مش عارف يعني. بص قوه العزل بتاعت العربيه،
دلوقتي حضراتكم ما اعتقدش مش سامعين غير صوت الهواء بس بتاع التكييف. بص بقى بره، ما افتح دلوقتي الباب، انت خدت بالك من الصوت عامل ازاي؟ استنى كده اما نقفل. لا الباب ما اتقفلش كويس، الباب ده مش عايز نعومية. تمام، سمعتوا حاجة فخمة، العزل في العربيات ديت حاجة فوق الخيال. الجزء على الشمال خاص بيه الار بي ام، وعلى اليمين السرعات، وفي النص الكمبيوتر، وعندك مؤشر البنزين زي ما حضراتكم شايفين، الطارة اللي بتيجي مالتي اللي فيها مثبت ومحدد سرعة، والتحكم في المالتي ميديا. الباور في حتة تانية يا جماعة، احنا بنسوق كنب بصراحة يعني مش عربيات. العربية فيها بدلات ورا اهي، تمام كده. صدق اللي قال الالماني في حته تانية. الالماني يا جماعه عموما مش بيهتم بالاوبشن الخزعبلي والحاجات اللي احنا بنسمع عنها في العربيات الصيني والكلام ده كله، وفي العربيات دلوقتي اللي بقت غير الصيني. الالمان بيهتموا بالاداء، بيهتموا بالفخامه، بيهتموا بالخامات، بيهتموا بالحاجات المهمه، تمام كده. دي ايه بالنسبه للاعدادات والطار. ديت الشاشه اللي موجوده معاك هنا، تمام. الحاجات اللي احنا لو قعدنا نشرح هنا للصبح الفيديو طبعا مش هيخلص على كميه الاوبشن بقى اللي موجود في العربيه. هنا التحكم معاك في التكييف، بتقفل وبتشغل معاك الكباس، تمام كده. وهنا بتتحكم في درجه المروحه، بتعلي وبتوطي من هنا. وهنا لو عايز الهواء من الامام او من الامام ومن الخلف، والحاجات اللي انت حضراتكم عارفينها. التكييف طبعا بيجي معاك توتون، بتحكم في درجه البروده. وهنا الزرار بتاع التسخينات، وهنا بتقفل دخول اي هواء خارجي، وهنا بتقفل التكييف خالص، تمام كده. تحت معاك مخرج 12 فولت، حلو. في مخرج يو اس بي، والزرار بتاع الستارت والستوب انجن. انا عايز اخد ديت وانا ماشي، جامده جدا يعني. اتنين كاب هولدر، المفتاح بتاع العربيه اهو، شكله شيك وكويس برضو، تمام كده. حاجة فخمة. هنا ديت معاك ناقل الحركة، شوف كده الريزوليوشن اللي موجود فيه الكاميرا الخلفية، ممتاز وشغال. بس بقى بطل زن، بتقفل الصوت بتاع السنسور من هنا، تمام كده. ايه تاني؟ هنا تقدر تتحكم في الصوت اللي موجود اهو، تحكم في الصوت بتاع العربية، تمام كده. وهنا بتغير الأغاني، تجيبه يمين تجيبه شمال، يغير لك الأغاني الموجودة. كل حاجة بتبقى قريبة من إيدك ومش بعيدة علشان ما تتعبش نفسك، أهم حاجة راحتك. شيل بس التليفون اللي تحت ده. هنا معاك ولاعة، تمام. هنا ده الكونسول الوسطي، بيجي طبعا كله جلد، تتحكم فيه من قدام لورا كده. وزي ما قلت لكم العربيه موجوده فيها فتحات تكييف خلفيه. ده مخرج، ده الزر بتاع الانتظار، ده اول حاجه كده. ده مخرج تكييف، وده مخرج تكييف، وده مخرج تكييف. الكلام ده كله دي مخارج تكييف زي ما انا قلت لكم. هنا برده معاك مخرج تكييف اهو. الخامات اللي موجوده في العربيه، الجزء دوت سوفت تاتش، هنا كروم، عندك برده تحت موجود بلاستيك. نشوف هنا المساحه كويسه. هنا انت عندك ملمس، هنا ده مش بلاستيك، متبطن، حلو كده. فتحة السقف موجودة في الفئة التانية. هنا ديت الإضاءة، نفس الكلام. هنا تفتح المراية، الإضاءة تشتغل تاتش اهو. احب انا التفاصيل الصغيرة دي. العربية مفيش فيها جراب نضارة، تمام كده. ديت مراية تعتيم كده. احنا شرحنا كل حاجة موجودة، او مش شرحنا كل حاجة، احنا عشان لو شرحنا كل حاجة الفيديو دوت مش هيخلص معانا. نقعد بقى دلوقتي على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. دلوقتي زي ما انا قلت لحضراتكم، احنا في اخر واهم جزء في الفيديو. القعدة يا جماعة، وانا قاعد على الكرسي كده، الكرسي ده حاضني يعني، واخدني بالحضن، بيحتويك الكرسي ده كده من الاخر، مش عايز انزل بصراحة. المهم، العربية زي ما انتم متعودين بقى، نبتدي بعوامل الامان. في العربية موجود فيها 6 ارباج، حساس ضغط اطارات، اي اس سي نظام التحكم في الثبات، اي بي اس واي بي دي. فرق الفئات، في الفئه الاولى اللي معانا النهارده اسمها سمارت، فيها مرايات جانبيه، فيها سخانات، فيها جنود 18 بوصه، زجاج في ميه، ال اي دي امامي، حساس ضوء ومطر، ومرايه تعتيم. والجنود نسيت قلت لحضرتك ان ال 18 بوصه 245 على 40، والشاشه من ام ام اي،
فيها بلوتوث واندرويد اوتو وابل كار بلاي والساوند سيستم من اودي، فمثبت ومحدد سرعه وحساس ركن امامي وخلفي وكاميرا خلفيه وستارت وستوب انجن. ده بالنسبه للفئه الاولى. الفئه الثانيه اللي اسمها اس لاين بلس، فيها فتحه سقف، مصابيح اماميه اسمها ال اي دي ماتريكس، فيها غسيل المصابيح الاماميه، فيها بدلات وطاره جلد وكراسي رياضيه ودواسات من الستانلس ستيل، فيها بطانه في السقف من القماش الاسود، والكراسي الاماميه بتيجي كلها كهرباء. لو هنتكلم بقى على سعر العربيه الاودي، فالسعر الرسمي الفئه الاولى بتيجي ب 940 الف جنيه، الفئه الثانيه بتيجي مليون و100 الف جنيه. تمام كده، العربية موجودة زي ما انا قلت لحضراتكم عند معرض سيد مكاوي، سعرها الاولى السمارت 987 الف جنيه. تمام كده، دي العربية السمارت الفئة الاولى، موديل 22، الضمان 5 سنين. تمام كده، طبعا الشركة بتيجي من شركة كيان تربو 2000 سي سي، نفس الكلام انا قلت لحضراتكم عليه. تمام كده، نجرب كده نسمع الساوند سيستم اللي من اودي اللي بيقولوا عليه ده، ونشوف الصوت كده عامل ازاي في السريع عشان حقوق ملكية. احنا عندنا كاسة صيني في العربيات والله. المهم، فعربيه بصراحه ممتازه يا جماعه، عربيه طبعا بتديك موتور ضخم جدا، موتور كبير 2000 سي سي، فالعربيه عموما مفيش اي تعليق عليها. لو في اي حاجه او في اي فيديوهات حابين تشوفها الفتره الجايه، او انت لو حابين تشوفوا عربيات بريميوم زي العربيه اللي احنا صورناها النهارده، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، وان شاء الله نحاول الفتره الجايه ان احنا نتجه للنوعيه ديت من الفيديوهات. ولو في اي حاجه نسيناها او في اي حاجه حابين تشوفوها الفتره الجايه برده، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنحاول ان احنا ان شاء الله نوفرها. ما تنساش بقى تعمل الاشتراك الجميل بتاعنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورد اوتو بيج فيسبوك، وهنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.